قيام الليل، يسأل عن قيام الليل، هل الأفضل أن يكون في أول الليل أم في آخر الليل؟ نعم شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كحكم عليه الصلاة عام والسلام. ثم كفتوى لكل شخص. نعم. كحكم عام، ففي حديث أمنا عائشة، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من أول الليل، وقام من نصف الليل، صلى الله عليه وقام وسلم. من آخر الليل وثلث الليل الأخير، ثم استمر على القيام في ثلث الليل الأخير. فلا شك أن ذلك هو الأفضل والأولى، مع جواز أن يقوم من أي جزء من الليل، من عقب صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر، لكن هذا هو الأفضل، أنه هدي، لأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كحكم، يختلف التوقيت والأفضلية لكل شخص بحسبه. يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان يصلي قيام الليل قبل أن ينام، فالذي يستطيع أن يقوم في ثلث الليل الأخير لا شك أن هذا الوقت هو الأفضل، والذي لا يستطيع يكون الأفضل في حقه أن يصلي قبل أن ينام، والله أعلم. نعم.